يا معين يا صمد مفرس، والشكر لك ما تغنى الطير في الأشجار. العبد يتوسلك يا خير من يعبد، تغفر له الذنب والزلات يا غفار. وازكى صلاتي على طه النبي مرعد، يا سامعين الكلام صلوا على المختار. في ذات ليلة ترايت الإمام أحمد، في ذات ليلة ترايت الإمام أحمد لابس عمامة وهو بيخاطب الثوار. ابن اللقيه يمينه مكتطب مشتت، وفي الأمانة الثلايا وابو الأحرار، بيقول لهم يا زبيري حلمك تبدد، سار التعدي تعبت يا ثلايا سار، من بعدنا ضيع المنصوب حرف المد، وبعدنا ضيع المجرور حرف الجار. من بعدنا ضيع المنصوب حرف المد، وبعدنا ضيع المجرور حرف الجار. كل التعدي تعبت ما نفعت حد، ولا استفد منه إلا حول خمس أنفار. فسادنا بدله شعب اليمن برسد، والظلم ذي هو بنانه بدله بامثال. قمتوا بثوره ولا هو عارف المقصد، البعض للآن مش عارف لماذا ثار. ثرتوا على الظلم هو ذا الظلم ما لحد، ثرتوا على الجهل هو ذا يعمي الأبصار، ثرتوا على الفقر هو ذا كل يوم ازيد بيلاحق الشعب مثل الدم لار الفار. ثرتوا على السرق هو ذا السرق ما يعتد قل مسؤول يسرق في السنة مليار. ثرتوا على التنمية ما كانش يتوجد، لا زالت التنمية في داخل المقبال. لفعل 100 مدرسة ولا 100 معهد عد نصه نجحت والنص الآخر عيجة. لفعل 100 مدرسة ولا 100 معهد عد نصه نجحت والنص الآخر عيجار. ليش ثرتوا هذا الوضع شد أسود وكل شيء في بلادي توجده منهار؟ أولى النظام حقنا خلاه يتعقد، لأنه وراثي ومحصور في الولد والجار. هو ذا النظام حق وامسح حقنا واشد الحكم كله مركز في زعيم البار. من قادة الجيش؟ سير اسأل من اتجند، من الحكومة؟ وقل لي من هم التجار؟ أولاد إخوان أنسابه ولا شي حد من غيرهم باسجدهم من رضي واختار. الجيش في يد وثروة شعبنا في يد، وعاش هذا الزعيم القوى القائد المغوار. قال الجيش في يد وثروة شعبنا في يد، وعاش هذا البطل والقائد المغوار. ابنه بيطلع نجد من يوم ما يولد، هذا المقدم عمر هذا العقيد عمار. والأخ ليش الميدان؟ قال ابنه بيطلع نجيب من يوم ما يولد، هذا المقدم عمر هذا العقيد عمار. الأول إن اليمن بطرافها توحد، والثاني إنها الإمامة وإنها الاستعمار، والبادية ثورة الأحرار لم تخمد، لا زالت أحفادنا بتواصل المشوار. ثورة الأحرار لم تخمد، لا زالت أحفادنا بتواصل المشوار. عد حالة البحر لا زالت بحالة مد، مراكب الظلم ما بات وقف التيار. بس الأساليب تتنوع وتتعدد، مش كل ثورة ضروري بالحديد والنار. بس الأساليب تتنوع وتتعدد، مش كل ثورة ضروري بالحديد والنار. مهما يطول المدى بالفاسد تأكد، لا بدي يطلع دفا ليل الفساد انهار. ومثل ما السبت غادر با يروح الحد ويدق، والشعب في نعش الطغى مسمار. أما أنت يا شعب مالك زاقم المرقد، قم طفي النار لا تحرق عليك الدار. ثوب الإمامة رجع للآن يتجدد، بيخيطه لليمن كم من ولد سمسار. وإن أنت مثل المثل بيهو بيتردد، كالمستجير من الرمضة بحر النار. وإن أنت مثل المثل بيهو بيتردد، كالمستجير من حمر رمضة بحر النار. هربت من طول حرثك والعمل والكد، والدفت يا ثور بعد لا يد الجزار. أيضا وجزار عد كان الإمام أحمد يذبح بسكين، ما هذا معه منشا. أيضا وجزار عد كان الإمام أحمد يذبح بسكين، ما هذا معه منشا. أيوة قال الإمام لا تحاول في الطريق أبعد من ما بتصوروها، عاد فيها عسار. الشعب قد صار من كثر الهموم أبلد، ما عاد يدراش من ذي جاء ومن ذي سار. من كثر ما جرع حكامها تعود، ما عاد يهمه يصير الوضع كيف ما صار. الصبح راقد وبعد الظهر في المقعد، والليل ساهر يقضي الليل فيه في السار. هذا بيملك سفينة للفضاء يصعد، وذاك يعمر في الليلة ثلاث أدوار. يبنى الزبيري سحاب الخير لا مرعد، لا تنتظر من وراء تلك السحاب امطار. قام الثلايا وهو مسكين يتنحد، وصاح والدمع حقه في الوجه مدرار. مهما تحاول تيأس
عشنا فلن نفقد آمالنا أو يخيب الظن في الأحرار ولو تنوم الأسود. ابشر بها واشتب. نوم الأسد يعتبر صفارة الإنذار. شوف الأسد لاجدا والصيد يتصيد، يبدأ يخطط لكي لا يلفت الأنظار. ما يختبيك النعامة حين يترصد ولا يجيب الخدع كالثعلب المكار. القصر والزيد هي عادة لدى الشعار، والختم صلي على المختار. طه أحمد يا سامعين الكلام صلوا على المختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة سعيدة أن